الله بمشيئة الله اليوم ايه راح تجرب طال عمرك لحم الخضار في المغش. الله اكبر. باختصار المغش عند مين بالضبط هو؟ المغش عندكم في ابها يعني؟ اوه برمة الحجار والبرمة الفخارية ما كانوا ياكلون زمان الا فيها. وانا الى حد الان يعني اتذكر الوالدة الله يعطيها الصحة والعافية كانت تطبخ لنا في البرمة الفخار. كان الوالد يقول لها يعني يطلبها طلب. اليوم غدانا في البرمة. برمة تنتظر برا طبعا لا ما تسويها ترى في البيت. ايه تسويها في الحوش. كان عندنا زي البستان. ليه طيب؟ يعني بكمل لك. كان عندنا زي البستان طال عمرك تشب النار. مكان مخصص مضبطتها كذا وتطبخ نجي من المدارس ونشم ريحة شمة الضوء. لا إله إلا الله الله يطول بعمره يا رب. وتحضن لنا ذاك الكبسة اللي تهول العقل معروفة كبسات البرد. أيه. ما تشبع فيها ما فيها فلسفة. رز وطماطم وبصل ودجاج ولا لحم ما فيها فلسفة لكن كأنها عسل. وتطبخ الكبسة بالمغش؟ لا انا اتكلم عن البرمه اليوم. البرمة. انا راح اسوي اليوم باذن الله اللحم والخضار والمغش باذن الله. والله حمستني جوعتني. بغيت تاكله على خبزه وان بغيت تاكله على مع رز اللي تبغاه. الله حمستني. لا باكل بخبزه وباكل بالملعقه. بالعافيه. حمستني جوعتني والله. تزرت وزرطه. نزرت وزرطه ان شاء الله سعيدا. يلا يلا نوصل ان شاء الله بالسلامه وناخذ ناخذ اغراضنا بعد ان الجماله ما عاد الا الجمالة. يلا يلا بسم الله توكلنا على الله.